ومشاهدينا الكرام، للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. إذن في ضوء متابعتك لما يجري في فلسطين، إذن كيف رصدت الدور المصري تجاه ما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية؟ بالفعل مصر تبذل جهودا حثيثة لمحاولة حل القضية الفلسطينية في التصعيد الجاري بين فلسطين وإسرائيل وبين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في الوقت الراهن بإثر عملية طوفان الأقصى التي انطلقت في 7 أكتوبر، وذلك انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية المصرية ودور مصر التقليدي والمحوري في القضية الفلسطينية والقائم على دعم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة بتأسيس دولته على حدود 67 وفق مبدأ حل الدولتين، بالإضافة إلى دور مصر المحوري في رأب الصدع والتوصل إلى هدن واتفاقات وقف إطلاق النار في كل جولات التصعيد التي شهدتها الأراضي الفلسطينية طوال السنوات الماضية. ولذلك تبذل مصر الآن جهودا حثيثة للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار، ويمكن القول أن المفاوض المصري يضع في اعتباراته في هذه اللحظة مجموعة من العوامل التي قد تتسم بها جولة التصعيد الجارية. أولها أن العملية التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الجاري هي عملية غير مسبوقة في تاريخ الصراع ما بين الفلسطينيين وإسرائيل، انطلاقا من انها تمت في العمق الاسرائيلي في المستوطنات الاسرائيليه، اوقعت مجموعه كبيره من الخسائر البشريه لدى اسرائيل، ومن ثم يجب ان يتم وقف اطلاق النار وفقا لهذه المستجدات. العامل الثاني هو ان التكلفه البشريه والماديه كبيره للغايه على الطرفين، وصلت لدى اسرائيل الى ما يناهز 1000 قتيل، ووصلت الى في فلسطين الى ما يناهز 800 شهيد واكثر من آلاف الجرحى لدى الطرفين، ومن ثم يدرك الطرفان أهمية أن يتم التوصل إلى هدنة وقف إطلاق النار لتقليل التكلفة البشرية والمادية لديهما. العامل الثالث أن جولة التصعيد الحالية تظل في إطارها المعهود من كونها جولة وليست حربا ممتدة أو شاملة، إذ يدرك الطرفان أن لا يمكن أو لا ليس بمقدورهما المضي قدما في حرب شاملة وممتدة، ومن ثم لابد لها من نهاية وفقا للأسس أو معادلة الردع والتوازن الذي أسستها هذه الجولة من التصعيد، ووفقا للعرض غير المسبوق الذي حصلت عليه أو أثرته فصائل المقاومة الفلسطينية من الإسرائيليين الذي تعدى وفقا لعديد من التقديرات 100 أسير، ومن ثم ستكون نتائج جولة التصعيد الراهنة وفقا لهذه الأسس، وهو ما تنطلق مصر من خلاله برأب الصدع بين الطرفين. طيب أستاذ محمد، لو تحدثنا عن الثوابت التي تحكم هذا الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الشعب الفلسطيني. الثوابت التي تحكم مصر في التعامل مع القضية الفلسطينية مثلما قلت مسبقا هي حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، أن أمن فلسطين أو القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، أنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يراعي الحقوق الفلسطينيين، باعتبار هذه القضية هي ستظل إن لم يتم حلها أحد عوامل عدم الاستقرار في المنطقة على المدين القريب والمتوسط وحتى على المدى البعيد. طيب من الجزئية دي هاخد من كلام حضرتك بالنسبة يعني القضية الفلسطينية، وزي ما حضرتك ذكرت إنها مهمة جدا ضمان أمن واستقرار فلسطين وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، هو ضمان لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ككل وأيضا العالم. إذن كيف ترى أن بوابة حل القضية الفلسطينية هي حل لمنطقة الشرق الأوسط كلها؟ التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية هو العامل الأهم في ضمان استقرار لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكثير من المناسبات، باعتبار أن ومصر لا تتخلى مطلقا عن التزامها بالقضايا العربية على رأسها القضية الفلسطينية. الوصول إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية هو العامل الأهم للتوصل إلى استقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو الجزء الذي كان مصر تؤكد عليه، وربما الجولة الحالية من التصعيد هي ما
أثبتت صدق ورؤية الدولة المصرية للصراع القائم بأن دون التوصل إلى اتفاق ودون التوصل إلى تسوية تضمن حقوق الفلسطينيين لا يمكن أن ينعم حتى إسرائيل بالاستقرار. ومن ثم مع استمرار أعمال العنف وأعمال الاستفزازات الإسرائيلية في الفترة الماضية تجاه الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو القدس أو حتى في قطاع غزة، تولدت لا تولد هذه الاستفزازات إلا المزيد من أعمال العنف وصولا إلى اللحظة الراهنة. ومن ثم كانت لدى مصر رؤية فاقدة منذ فترة بعيدة بأن استمرار عدم أو إرجاء حل القضية الفلسطينية والاستمرار في المنهج الأحادي وفرض أمر واقع من جانب إسرائيل لن يؤدي إلا حالة عدم استقرار مسلمة التي تعيشها المنطقة برمتها الآن. طيب أستاذ محمد، يعني إذن أيضا كيف تقرأ الوضع الحالي فيما يحدث بالأراضي الفلسطينية في الإطار اللي حضرتك ذكرته، في ظل زي ما احنا شايفين صعوبة من الحلول السياسية وأيضا تجمد وصعوبة للمسارات التفاوضية؟ الوضع الميداني الحالي في الأراضي الفلسطينية يشير إلى صعوبة كبيرة في الوصول إلى هدنة أو وقف إطلاق النار. إسرائيل مستمرة في قصف مكثف وعنيف لقطاع غزة، ربما هو الأعنف على الإطلاق خلال السنوات الماضية. في المقابل تعهدت الفصائل الفلسطينية بالرد على استهداف المدنيين وإجبار المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة على النزوح من أراضيهم ومنازلهم إلى مناطق أخرى داخل القطاع لاستهداف هذه المناطق. تعهدت الفصائل الفلسطينية بالرد على ذلك وأعلنت أنها مع كل استهداف لقطاع غزة ستقوم بقتل أسير من الأسرى الإسرائيليين لديها، وأعلنت اليوم أنه مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تعهدت بقصف مدن إسرائيلية وصولا إلى العاصمة تل أبيب ومطار بن غوريون، وصولا إلى مدينة عسقلان التي أرسلت إنذارا إلى أساكنيها بأنه إذا لم يتم إخلاؤها سيتم قصفها، وبالفعل أطلقت عشرات الصواريخ عليها. ومن ثم الأمر أو الوضع في اللحظة الراهنة معقد وشديد التعقيد. لن يقبل أي من الطرفين التسوية أو وقف إطلاق النار إلا إذا رأى أحدهما أنه حقق أهدافه. بالفعل خرجت بعض التقارير التي تشير إلى أن قياديين في الفصائل الفلسطينية قد أعلنوا أنهم على استعداد أو منفتحين على جهود الوساطة للتواصل إلى وقف إطلاق النار، ولكن ذلك يقابل في اللحظة الراهنة بما يمكن أن يقال أو يمكن أن تراه إسرائيل أنه أن عملية طوفان الأقصى قد مست ما يمكن وصفه لديها بكبريائها أو بقوتها التي كانت تزعمها. ومن ثم هي تريد الآن تقديم رد فعل عنيف لكسب صورة انتصار لدى الداخل الإسرائيلي، ومن ثم لا يمكن توقع في اللحظة القريبة التوصل إلى تسوية أو إلى هدنة أو إلى وقف إطلاق النار، ريثما يدرك الطرفان أو يرى كل طرف فيهما أنه حقق المراد من العملية. نعم، إذن نقطة تحقيق الأهداف هي النقطة الفيصلية وهي الأساس كما ذكرت حضرتك أستاذ محمد عبد الرازق. أنا بشكرك جزيل الشكر، وأنت الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد.